اللعب أدريانو بكرة عرضية تصطدم تعود إلى أنيستا من جديد. أنيستا يحاول في كرة إلى نيمار يسقط. ماذا يقول الحكم؟ هل هي ركلة جزاء؟ نعم ركلة جزاء. كرت أصفر لأباتي. موسم الفورمة لكن الله على تمريرة أنيستا. انظروا إلى أباتي. شوف اللقطة، شوف الشد، شوف السقوط. الحكم لا يتردد أن يبعد كل الضغوطات. ميسي يريد أن يعود مرة أخرى إلى الشباك. نظرات، تركيز، ميسي بيلعب كرة. الله عاد لأنه لا يعرف إلا أن يعود. الستار عاد ليودعها، ليودعها ولو من العلامة الجزام. عاد لأنه العلامة يسددها بكل قوة، بكل ضربة. ميسي ليس الحدث أن يسجل، الحدث أن يغيب عن التسجيل. نيمار يراقب، يتابع، يوجه الحالة البشري. كرة عرضية عالية، بوسكيتس في المرمى، في المرمى. الكتالان يسجلون الهدف الثاني. الكامب نو يتحرك، رأس بوسكيتس ترتفع. أليجري يتابع، أليجري مصدوم. الصدمة تأتي من البارسا. بوسكيتس يحتفل، بوسكيتس يتطاول. لاعب الارتكاز، لاعب المحور يكمل الحوار. لاعب المحور يضرب بالنار من ارتكاز إلى ارتكاز. انظروا إلى أين استقرت، إلى أين انتهت. انظروا إلى لاعب بعيدا عن الرقابة، سانشيز يسحبهم جميعا. بوسكيتس يتركونه وهو أطولهم، وهو أطولهم. الكرة في شباك ميلان. الكرة بتعود الآن من جديد. أبيات الكرة بتصل عن طريق ريكاردو كاكا. مر، تقدم، يحاول، توغل، بيلعب الكرة. الله الله على آخر ما بقي من الكبير ميلان، من البطل ميلان، من الـ 2007، من الريكاردو كاكا. بالقوة، بالشعار، بالذكريات، بالكبرياء، بروح كاكا. يقلص الفارق، يتغير اتجاهها في الوقت الذي يعيدهم كاكا إلى الاتجاه، إلى الاتجاه. هدف يقلص من خلاله ميلان الفارق. يرفض أن يسلم أو أن يرقص. يتقدم فابريغاس البديل. الكرة بتصل الآن من جديد إلى ميسي. ميسي بيلعب لك كرة، هتخذ ميسي. مر، ميسي راح، ميسي راح. مع ميسي تعود الأفراح، مع ميسي تطيب الجراح. مع ميسي يعرفون معنى النجاح. عاد الأسطورة، عاد الأعجوبة، عاد المعلم، عاد المعلم، عاد العلامة. عاد الصغير هو الذي يعلمهم السحر. ما زال في الأرقام أرقام، في الأيام أحلام، في التاريخ ألقاب، في الشباك أهداف، في البلوغرانا أساطير. في كرة القدم ميسي. ميسي يعود من جديد ليكتب من جديد كرة. لكن شوف المعلم، شوف الون توم، شوف الانطلاقة، شوف الهدوء، شوف كراته، شوف لعباته، شوف السرعة، شوف الهاتف.